في المحاضرات السابقة تحدثنا عن تعريف القانون الدولي ومصادر القانون الدولي كمجموعة من الأساسيات في علم القانون الدولي أو في تخصص القانون الدولي، وقلنا أنه من أهم مصادر القانون الدولي مصدرين هي المعاهدات الدولية، واتكلمنا على كيفية إنشاء المعاهدة أو كيفية إبرام المعاهدة ومراحل إبرامها في المحاضرات السابقة. كذلك قلنا أن من مصادر القانون الدولي أيضا قرارات المنظمات الدولية، وكانت المحاضرة السابقة تفصيلا عن النظرية العامة للمنظمات الدولية وكيف تنشأ المنظمات الدولية وكيف تقوم بوظيفتها أو بمهامها المنصوص عليها في اتفاق إنشائها. تطبيقا للكلام السابق هنتحدث عن أهم منظمتين دوليتين أو من أهم المنظمات الدولية في العالم، منظمة طبعا الأمم المتحدة ويليها منظمة جامعة الدول العربية. المنظمة الأولى منظمة الأمم المتحدة، ودي بنسمع دايما هذا المصطلح، بنسمعه في الإعلام، بنسمعه في الأخبار، بنسمعه كذلك في القراءات أو بنقرأه في القراءات العامة وفي الأخبار وما إلى ذلك. بنسمع الأمم المتحدة، نسمع مجلس الأمن، نسمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، نسمع كمان وظيفة أو شخص اسمه الأمين العام للأمم المتحدة، كذلك بنسمع عن محكمة العدل الدولية. هذه الأجهزة أو منظمة الأمم المتحدة هي موضوعنا التطبيق اللي احنا هنطبق بقى عليه كلامنا في المنظمات الدولية. لو تحدثنا عن تاريخ إنشاء منظمة الأمم المتحدة نقول إن هي أنشأت عام 1945 بموجب اتفاقية دولية أو بموجب ميثاق أو اتفاق أبرم في مؤتمر اسمه مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الدولي، والمشهور بين كتاب القانون وكتاب السياسة بمؤتمر سان فرانسيسكو 1945. و 1945 ده يفكرنا بالحرب العالمية الثانية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من سنة 1939 اللي بدأت 1939 وانتهت 1945 ميلادية، بعد انتهائها مباشرة يعني ظهرت فكرة عالمية وفكرة دولية لإنشاء منظمة دولية يكون وظيفتها وتكون وظيفتها حفظ الأمن والسلام في العالم وحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية. هذه تسمى أو هذه هي أصل نشأة منظمة الأمم المتحدة. كان موجود قبل نشأة المنظمة أو قبل منظمة الأمم المتحدة منظمة تانية بعضكم ممكن يسمع عنها اسمها منظمة عصبة الأمم. عصبة الأمم كانت بعد الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى اللي هي كانت من 1914 إلى 1918. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انشئت أيضا منظمة اسمها منظمة عصبة الأمم للقيام بهذه الوظيفة اللي هي حفظ السلم والأمن في العالم وحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية. لكن منظمة عصبة الأمم استمرت يعني في القيام بهذه الوظيفة بعد إنشائها بما بين الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية، لكن نظرا لفشل منظمة عصبة الأمم في منع قيام الحرب العالمية الثانية انتهت وتلاشت عصبة الأمم وحل محلها بعد ذلك في عام 1945 منظمة الأمم الأمم المتحدة. وتوجد الحقيقة الكثير والكثير والكثير من التفاصيل التاريخية الدقيقة جدا لإنشاء منظمة الأمم المتحدة والظروف التي أدت إلى إنشائها والاتفاقيات ومين اللي وقع عليها ومين اللي دخل المؤتمر ومين اللي دعا إلى المؤتمر. لكن هذه الاتفاقيات تخرج طبعا عن نطاق دراستنا اللي احنا بناخد فيها الخطوط العريضة للتوعية بس القانونية لغير القانونيين بهذا المجال، لكن هذه التفاصيل التاريخية تهم المتخصصين. لذلك يعني علشان نوفق ما بين الأمرين سأضع في رابط المرفقات بعض المراجع للتفاصيل التاريخية أو بعض المسائل التاريخية في إنشاء منظمة عصبة أو منظمة انتهاء عصبة الأمم وإنشاء منظمة الأمم المتحدة. هذا عن إنشاء منظمة الأمم المتحدة. بعد نشأة منظمة الأمم المتحدة وأصبحت منظمة موجودة منذ عام 1945 لهذه المنظمة ميثاق أو الأحكام والقواعد القانونية لعمل منظمة الأمم المتحدة، والتي تتحدث عن كافة أو الذي يتحدث عن كافة تفاصيل عمل منظمة الأمم المتحدة. من أهم الأحكام في هذا الميثاق نوعين من الأحكام هنتكلم عنها، هي أحكام العضوية في المنظمة وكذلك الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.